اتساع رقعة الحياة وانقلاب الموازين وغيرها من الأسباب جعلت المرأة بصورة أو بأخرى مشاركة في سوق العمل. قطاع كبير جدا من النساء يمارسن عملهن من داخل المنازل، وأعمالهن ارتبطت بالشغف والحب والهواية. اليوم في حكاية مهنة هنقف على صناعة الحلويات والمعجنات بأيدي نسائية ماهرة. مرحبا بك يا نور. أهلا بك. مرحبا بك. طيب يا نور، المنتجات الشرقية هل هي قللت من المنتجات السودانية وكانت خصما عليكم؟ لا والله ما قللت نهائي، يعني الحمد لله شغلنا ماشي، وبنحاول احنا ذاتنا بنطور في يعني الحلويات السورية والتركية، وهي اغلب يعني اغلبها هي تركية وسورية، لكن احنا بنضيف من عندنا زيادات وكده، لكن الحمد لله يعني كل مصنع عنده زبون يعني. طيب هل التنافس ده اثر على اسعاركم، التنافس بين المنتجات الشرقية ومنتجاتكم انتم؟ والله في البداية اثر، يعني كان الاسعار بتكون ما يعني بسيطة هنا بالنسبة لمنتجاتنا، لكن الحمد لله حاولنا احنا نرضي الزبون بالحاجة البسيطة، لانه لقينا حياتنا مرغوبة اكتر من انه يكون مصنع سوري او تركي او كده، يعني حاجتنا احنا كمصنع سوداني يعني، فحياتي مرغوبة، فبدأت ان انا اقلل الاسعار عشان اكتب زباين اكتر يعني. يا نور كده ما شاء الله شايفين السفرة فيها مختلف الاصناف، كده عارفين عليها. طيب اول حاجه دي بسيمه، طبعا كل الناس بتعرفها، دي انا عاملاها ساده بجوز الهند. تمام. هنا برضو دي بسيمه بالحليب المكثف، دي مختلفه، دي مشسد، عندك الفطاير بيتزا، عندك ده اسمه قرقور وضبط وفطاير، عندك كيكه الشوكولاته. تمام. دي البسبوسه ساده، دي بسبوسه بالنوتيلا بالحليب المكثف، برضو دي كيكه الشوكولاته. الجهد كيف والوقت في صناعة الحاجات دي؟ والله طبعا متعب شديد، يعني بالذات المعجنات متعب، يعني بتاخد زمن، ومرات تكون قسمة علي أنا يعني في زمني في البيت مع أولادي، لكن بحاول إن أنا أشتغل يعني اتعودت إنه أكون شنو سريع. في الأول كنت بطيئة وبياخد زمن، لكن الحمد لله تعويده بقيت اشتغل الحمد لله سريع، لكن اكثر حاجه بتاخد زمن هي المعجنات اكثر من الحلويات. الحلويات سريعه ما بتاخد زمن، لكن المعجنات صعبه، فعشان كده لازم حتى الزول لو دار يطلب قبلها بيومين ان انا اقدر يعني البي للزبون طلبه. منتجاتك بتصنعها في البيت، بتم تسويق او توزيعها كيف؟ والله انا بدأت بدايه صغيره بسيطه شديد، يعني كان سوبر ماركت جنب البيت، بدأت شوية شوية لقيت انه في طرام من الناس انه والله الحياة حلوة، و اقول السودانية تديك طعمة في الاكل، فحبيت ان انا اوسع الشغل يعني شوية، فعملت صفحة الحمد لله في الفيس في الانستجرام، فالحمد لله عندي يعني متابعين، جابت لي زباين الحمد لله كتير، وعندي ناس بوزعوا لي، وبرضو عندي زبون اللي بيجيني لحد البيت، يعني انا ما عندي مشكلة انه زبون يجيني في البيت، عندي مواعيد محددة يجي يستلم طلبه، وفي عندي ناس معينين في الخرطوم في مدرمان في بحري، ده لنا بيوصلوا للناس طلباتهم لحد عندهم. طيب نسبة الأرباح عاملة كيف وهل هي مرضية بالنسبة لك؟ والله الحمد لله، يعني زمان كانت مرضية الحمد لله، لأن الأسعار كانت شوية، السوق كان الأسعار كويسة، فأنا كنت بخط الحاجة المعقولة والحمد لله كانت، لكن هسه مع الأسعار بقت يعني أنا لو خطيت سعر فبيبقى للزبون كتير، فعشان انا الزبون يعني ما ينفر من الحته دي او انه تبقى له صعب انه يشتري، فبقيت بجي على نفسي انه انا شويه اخذ حاجه بسيطه عشان اقدر يعني ابيع بيها يعني. طيب ملاحظ انه في منافسه قويه جدا بين العاملين في مجال صناعه الحلويات والمعجنات، هل هو خصما على الجوده ام اضافه تجويد على الصناعه؟ طبعا لا ما خصما، لانه اي زول يعني المجال ده فيه ما شاء الله يعني فيه ناس كثيره، واي زول عنده نكهته وطعمه الخاص وعنده نفسه في الاكل، فبالعكس دي زيادة جودة، لأنه أنا بصنع حاجة غيري ممكن يصنعها بحاجة تانية تكون أحسن بكثير من أنا من شغلي أنا يعني، فكل زول عنده حاجته الخاصة اللي بيعملها وعنده طعمه، وبالعكس يعني ما خصم خالص، وأنا بالعكس أنا مشجع الناس أي زول عنده هواية كحلويات ولا غيره لازم يجتهد يعملها. ما عندك أي التزامات تجاه الدولة من ضرائب أو غيرها، ليه الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ والله الأسعار ده أنا بيحكمني السوق، يعني انا بمشي السوق بشوف السعر، على سعر السوق انا بجي بشوف المنتجات بحدد السعر، يعني انا ممكن الليل امشي السوق بسعر، بكره امشي اشتري المواد اللي انا بشتغل بها القى السعر غير، فبضطر يعني ان انا ازيد السعر شويه.
ما كتير بيقول، لكن حاجة يعني بترضيني وبترضي الزبون. طيب احكي لنا يا نور عن المعيقات او الصعوبات اللي بتواجهك. والله طبعا المعيقات دي كتيرة. اول حاجة الكهرباء، يعني انا زمان من قبل ما الكهرباء تقطع كنت بشتغل يومي، يعني انا في اليوم بشتغل يعني كمية كبيرة، فالكهرباء بقت لي عاقل انه انا بقيت احدد ايامي، يعني انا بقيت بعرف انه الكهرباء بتقطع الصباح بعتذر يا جماعة انا الليلة ما شغالة فمعليش، يعني بقيت بشتغل 3 يوم في الاسبوع، فدي يعني طبعا قللت كثير يعني من النسبه بتاعت المبيعات، عرفتي؟ وحتى في ناس كتار يعني شنو بيكون عندهم مناسبه فبيضطروا يشوفوا غيري، عرفتي؟ فغيرت بس الحمد لله احنا بس ان شاء الله بس يعني نتمنى انه في الايام الجايه دي مشكله الكهرباء تتحل. يعني نظرتك للمستقبل الحلويات والمعجنات في السودان في ظل وجود المستورد حتكون كيف؟ ان شاء الله المستقبل حيكون تمام وقوي جد يعني شديد، واحنا حنحاول بقدر الامكان نطور من الشغل ده وحندخل حاجات جديده. وانا قاعده شخصيا يعني عندي لسه يعني افكار وحاجات، وبالمناسبه دي حاجه بسيطه انا قدمتها لكم دي، يعني لسه كان في حاجه، لكن برضو الكهرباء خلتني انا اكون متخوفه انه انا ما اخلص قبل الزمن، لكن ان شاء الله في حاجات كثيره هنعملها والمستقبل ان شاء الله حيكون احسن. واتمنى يعني انه يكون الحلويات ما بس ما محتكرة على تركي ولا سوري ولا غيره، احنا برضو السودانيين مبدعين وعندنا حاجات كثير ممكن نعملها. يعني شكرا لك يا نور. تسلم، يديك العافيه، ان شاء الله يا رب. نور وامثالها كثر قررنا ان يشاركنا في سوق العمل ويواجهنا صعوبه الاوضاع الاقتصاديه اللي بتمر بها البلاد، وايضا ساهمنا في توظيف قدراتهن الانتاجيه.